هاي جماعة، يا رب تكونوا كويسين واهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن طاقات الابراج، وهنتكلم عن اهم اسبوع في شهر فبراير، اسبوع هام جدا واسبوع ناري قوي جدا. وهنتكلم عن اهم النصائح والتحذيرات لكل الابراج، وهنتكلم كمان عالميا من اول يوم 19، من اول بعد بكرة، او نقول من اول 18، من اول بكره يعني، نقول النهارده، تحبوا من النهارده، من يوم 17، يلا من يوم 17 لحد يوم 29، لحد اخر، خلاص لحد اخر يعني، هم اخطر 10 ايام كده. اول حاجه قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وقولوا لي اخبار برد ايه يا جماعه، عشان الجو برد قوي النهارده، التجمع عندنا التلج على طول يعني. انا بصوا كان عندي شغل كتير النهارده ومشاوير كتير، راجعه بردانه يعني. طيب خلونا نتكلم عن طاقة الأبراج. أول حاجة عايزين نقول إن بقى فيه خمس كواكب، في اقتران لخمس كواكب، خمس كواكب مقترنين وموجودين في برج الدلو حاليا. ده وضع فلكي صعب عالميا، يعني مش سهل. هقول لكم ليه مش سهل. هو المشكلة مش في إن في خمس كواكب مقترنين أو موجودين في الدلو، ده حدث ما بيحصلش كتير، لا، هو المشكلة التربيع اللي بيحصل ما بين الخمس كواكب وما بين أورانوس وما بين جوبيتر الموجودين في برج الثور. طيب كمان عايزين نقول ان احنا من يوم 19، من يوم 19 فبراير الشمس هتتنقل لبرج، من يوم 19 فبراير الشمس هتتنقل لبرج ايه؟ هتتنقل لبرج الحوت. يعني الحمد لله الشمس هتخلع كده، ودي حاجه كويسه من يوم 19. فطبعا ده هيدي انرجي قويه جدا جدا للحوت والعقرب والسرطان، هم هيبقوا ملوك الحظ طبعا الفتره القادمه. طيب احنا مين هم بقى الخمس كواكب الشمس دلوقتي في الدلو؟ كل ده لحد يعني النهارده وبكره. الشمس في الدلو، المريخ، وده كوكب الحرب، المريخ كوكب صعب جدا في الدلو، بلوتو في الدلو، عطارد، وده كوكب الافكار والكوميونيكيشن موجود في الدلو، والزهره، واخر نيو كامر، يعني هو نيو كامر من يوم 16 اللي هو اول امبارح، واتنقل وساب الجدي وراح الدلو، واصبح عندنا خمس كواكب موجودين في الدلو. طبعا ده بيدي انرجي حلوه لبرج الدلو، يعني الفتره دي على فكره فتره قويه لبرج الدلو، عنده اخبار حلوه، عنده امنيه بتتحقق، يعني برج الدلو يعني لازم كده هتحصل لك حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله الخمس ايام دول، طاقتكم حلوه، انتم مبسوطين. فبرج الدلو هو اكثر المستفيدين من وجود خمس كواكب بتدعمك، خمس كواكب بتزقك لقدام، خمس كواكب بتدي لك انرجي، بتدي لك طاقه. فانت يو ار وان اوف ذا بيست، يعني انت من الابراج اللي عندك اقتران لخمس كواكب، بيدي لك حظوظ، بيدي لك طاقه، بيدي لك انرجي، فلازم تستغل الطاقه دي يا برج الدلو. يعني لازم كل الابراج دي تدعمك، كل الابراج دي بتدي لك انرجي، بتدي لك طاقه، بتقدرك ان انت تحقق حاجه نفسك فيها. فلازم الدلو كده، يعني يا بشرى ساره ان انتوا هتحتفلوا بحاجه يا برج الدلو، عندكم احتفال، ممكن يكون احتفال بعيد ميلادكم، احنا لسه كل سنه وكل مواليد برج الدلو طيبين، احنا لسه في مرحله اعياد مواليد برج الدلو. طيب عايزين يا جماعه نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك، وعايزين نوصله 20,000 كومنت، و 20,000 شير كومنت، و 20,000 شير. وزي ما قلت لكم ان احنا على اليوتيوب في تحت علامه دولار اسمها سوبر سبورت لدعم الشانل، وفي يعني اي مبلغ انتوا هتساعدوا فيه الشانل في 15% هيروحوا للصيدليات في القرى المصريه، ان احنا ندفع الديون بتاعت الاشخاص اللي ما عندهمش القدره ان هم يسددوا الديون بتاعتهم. اوكي طيب يا جماعه، والله ما حاطه، قولوا لهم يا جماعه، في حد بيقول لي ليه لابسه اللانسز في عين والعين الثانيه لا؟ والله انا عندي طفره وراثيه، امي ولدتني كده يعني، ما ودي حاجه ما بحبش حد يتنمر عليا فيها، يعني انا مولوده عندي عين لون وعين لون، فهكذا انا يعني. طيب وكمان بليز ما تنسوش تعملوا لايك، عايزين نوصل الفيديو 20,000 لايك و20,000 كومنت، ويا قمره تابعوني اعملوا فولو فعلوا الجرس، او لو على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، عشان بقى عندي اكونت اكتف على التيك توك يا جماعه، فادخلوا على التيك توك وادعموني. بليز كمان ما تنسوش تقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه الفتره القادمه، اختاروا ابراج تحبوا نتكلم عنها بالتفاصيل عاطفيا، توقعات الابراج. ويا جماعه بليز تعملوا لي كمان فولو على الشانل بتاعتي الجديده اللي اسمها وزيره السعاده رشا مراد، احنا عندنا على الفيسبوك 1,600,000، انا عايزه 1,000,000 بس يروحوا على الشانل الثانيه، فعشان انا ابتديت من تحت الصفر ان تريتش بتاع القناه ده. طيب خلونا نقول يبقى اول كوكب هيتحرك هو كوكب الشمس من يوم 19 صباحا، هيتنقل لبرج الحوت. كل سنه كل مواليد برج الحوت طيبين. النقله دي للاسف للاسف هتقطم برج العذراء، هتقطم قلب برج العذراء. يعني انا ما بحبش اكون متشائمه، ما بحبش ازعل حد، بس برج العذراء من يوم 19 فانت في ضغوطات كبيره قوي، وفي مشاكل، وطاقتك مش احسن حاجه. طبعا اصعب
شهر على مواليد برج العذراء هو شهر مارس بلا كلام. طيب البرج اللي بتحسن جدا جدا برج الحمل. تخيلوا الحمل الفتره اللي فاتت المريخ كان في الجدي وده موقع ضغط جدا جدا على الحمل، فالمريخ لما اتنقل لبرج الدلو الحمل هيبدا بقى يريليز الطاقه السلبيه، هيبدا يهدى، لان الكوكب الحاكم بتاع المريخ هو كوكب الحاكم بتاع برجين، العقرب وكمان العقرب والحمل. العقرب كان بالنسبه له مريخ الجدي اوكي، لان الجدي صديق الجدي صديق للعقرب. اما الحمل اللي كانوا تعبانين جدا جدا، وانا متاكده ان برج إن في حد بيقول لي يا جماعه القراءه الخاصه ابعتوا على الايميل، انا مش انا اللي برد على القراءات الخاصه للاسف، هافت وان اوف ماي تيم علي هو اللي بيرد، انا هتشيك اقول له يا جماعه في يعني اي حد ابعتوا على الايميل بليز، هو الايميل او على الانستجرام، يعني انا الفيسبوك عشان الفيسبوك عندنا مسجات كتير قوي صعب، بس على الايميل او على الانستجرام ده احسن طريقه للتواصل معاه، الايميل بيوصل لي في ثانيه، بس انا الانستجرام برضو عندي التيم، يعني انا للاسف الحاجات الصغيره دي مش انا اللي بعملها، يعني انا وانس ان الحجز اتعمل ساعتها بيوصلني، اما قبل كده ما في حد بيقول لي علي ما بيردش، حاضر هقول له. طيب فبرج الحمل انت هتبدا تستريح شويه، وطبعا العقرب والحوت والسرطان الفتره الجايه كويسه. العذراء 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 من اكتر واصعب المواقف بالنسبه لبرج العذراء، من اول يوم 19 هتبقى مضغوط شويه فتره لمده شهر، من 19 ل 20 مارس العذراء يجب ان يحضر فتره فيها تحديات كتيره، فيها ضغوطات، فيها ضغوطات ماديه، فيها مصاريف كتير، فالعذراء من الابراج التي يجب ان تحضر. طيب تعالوا بقى نقول القمر موجود فين النهارده وبكره. القمر موجود في برج الجوزاء، القمر كان في الطرق نقل لبرج الجوزاء، فالنهارده وبكره يعني اللي هم 17 و 18 قمر الجوزاء بيدعم مين؟ بيدعم الابراج الهوائيه الجوزاء والدلو والميزان، وبيدعم الاسد وبيدعم الحمل. اما برج القوس الناري فممكن الفتره دي او النهارده وبكره يور اوت اوف ذا مود، متضايق، مخنوق، في حاجه مزعلاك، في حاجه ضغطاك، فالقوس يحصل لمده يومين اللي هو النهارده السبت والحد. طيب في بقى 3 ايام من النار بقى اللي هم ايه؟ اللي هم 19 و20 و21. 19 و20 و21 في اول حاجه الشمس هتتنقل يوم 19. تاني حاجه بقى هيبقى تخيلوا الشمس موجوده في برج الحوت وكمان القمر موجود في برج السرطان، فيا سلام يا سلام يا سلام، اي حد من برج مائي يومين ولا اجمل ولا اروع ولا احلى. الابراج المائيه عندكم يومين من نار، يومين من نار اللي هم زي ما قلنا يوم يعني معاهم كمان برج العذراء ومعاهم برج الثور، يعني 5 ابراج عندكم يومين نار يا حبيبي نار. 21 و 22 سوري 19 20 21 3 ايام الشمس موجوده في الحوت والقمر موجود في برج السرطان. البرج بقى اللي لازم يخليوا باله كويس جدا جدا على شركاته هو برج الجدي. برج الجدي دايما لما نقول القمر في السرطان الجدي يخلي باله، الجدي يعني 3 ايام صعبين عليكم جدا جدا، 3 ايام مش سهلين. بقى 19 20 21 ابراج ال ال ال, ال, ال عارفين الابراج المائيه ومعاهم العذراء والثور 5 ايام انتم مبسوطين فرحانين مدعومين عندكم كده طاقه حلوه. البرج اللي هيستريح هو الثور، البرج اللي هيتعب هو برج الجدي، ركزوا جدا جدا. بعد كده 22 و23 اللي هم الخميس والجمعه الويك اند الجايه بقى القمر هتنقل للاسد، فطبعا الحظوظ هتتنقل والطاقه والتجمعات والافراح والمناسبات للابراج الناريه اللي هم طبعا الاسد والحمل والقوس، معاهم مين؟ معاهم الميزان والجوزاء. اما البرج الذي يجب ان يحذر الويك اند الجايه صعبه جدا عليكم، وممكن تحسوا ان انتوا اوت اوف ذا مود، بلاش بدايات جديده، بلاش تدخلوا في صراعات، بلاش تدخلوا في مشاكل، برج الدلو. برج الدلو يوم 22 و23 هم الخميس والجمعه جايين برج الدلو يحذر. اما برج الجدي هيبدا يستريح، يعني الجدي الاسبوع ده صعب بالنسبه له، حذاري برج الجدي الاسبوع ده اللي هو من اول يوم 17 من اول النهارده اسبوع صعب، يعني صعب جدا جدا مش سهل. هتبدا تستريح امتى بقى يا برج الجدي؟ من يوم 24 24 و25 و26 عندنا فول مون، عندنا قمر مكتمل في برج العذراء، والقمر المكتمل في برج العذراء ده حدث فلكي ما بيحصلش غير مره واحده في السنه. طيب يعني ايه فول مون؟ يعني القمر في مواجهه الشمس، القمر في برج العذراء والشمس في برج الحوت في مواجهه بعض في وضع معاكس، فاكتمال القمر هيبقى في برج العذراء بيدعم طبعا ده بي 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 بيؤدي يعني ده حدث فلكي، اي حد عايز يشتغل على حاجه او يكمل حاجه او يكمل مشروع، يكمل قصه حب، اي حاجه عايز تكملها او ان هي تكمل معاك اشتغل عليها،
يوم 24 صباحا هو اكتمال القمر في برج العذراء، وده حدث فلكي ما بيحصلش غير مره واحده في السنه. بيدعم مين؟ بيدعم الابراج، خمس ابراج: العذراء والجدي والثور، معاهم السرطان والعقرب. اما البرج لازم يحضر كويس قوي، خاصه في الانفصالات مشاكل عاطفيه، هو برج الحوت، لان اكتمال القمر في وشه في الدائره الفلكيه. فبرج الحوت عندك يعني 3 ايام لازم تحضر منهم كويس قوي قوي، اللي هو 24 25 26. بس انت ممكن تعوض كل ده في يوم 19 و20 21، لان 19 اللي هو الاثنين والثلاث والاربع، اثنين وثلاث واربع القمر موجود في برج السرطان الصديق ليك، في اي حاجه مهمه عايز تشتغل عليها، اي حاجه مهمه بالنسبه لك اشتغل عليهم اثنين وثلاث واربع يا حوت. اما 24 25 26 حوت ممنوع تاخد اي بدايه جديده، ممنوع مثلا تتقرر انت تطلق حد، ممنوع ان انت تاخد. انا عايزه احط، استنوا كده يا جماعه خليكم معايا عشان الاضاءه، انا بكره الاضاءه تبقى كده. قولوا لي بقى بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد، احكوا لي كده عم نشغل الاضاءه. انا رحت اشتريت مشترك النهارده، فيعني ايه، انا نفسي يا جماعه اشتري ترايبود. يا انا حاسه ان انا بنت بقى، انا كنت انا بكره اكون مضلمه. في حد بيقولي شكلك حلو من غير ميك اب، انا مش حاطه ماسكارا والله، معتمده على رموشي الطبيعيه. بعدين في بنت كده صحيح كانت اسمها ساره، كانت بتقولي على برودكت تستخدمه عشان رموشها، لان انا رموشي وحواجبي بدات تقع. فممكن يا ساره تقولي لي في حاجه، قلتي لي حاجه علاجيه زي ماسكارا اشتريتيها من الصيدليه، هي بعتت لي ونسيت اخد سكرين شوت. انا كنت بقول انا بحط زيت زيتون الفتره دي، بحط يعني في فرشه ماسكارا قديمه نظفتها، بقيت بحط كده زيت زيتون ومع زيت خروع. بس هي قالت لي في حاجه طبيه بتتباع في الصيدليه وسعرها حلو، وهي حاجه برودكت لوكال، فقالت لي هقول لك عليه. فقولي لي يا ساره، يا ريت تشوفي الفيديو يا رب. طيب الساعه عندكم كام في مصر؟ 5:44 دقيقه. كل واحد، طب ايه رايكم نلعب اللعبه دي؟ كل واحد يقول اسم البلد بتاعته او المدينه بتاعته والساعه عندكم كام. اوكي، القاهره الساعه 5:44 دقيقه المغرب. يلا حلوه اللعبه دي، يلا اشتغلوا بقى قولوا لي. طيب يبقى 24 25 26 اكتمال القمر، ده حدث فلكي اي حد عايز، اما في شيء بيكتمل، قصه بتكتمل، مشروع بيكتمل، وظيفه بتكتمل، او حاجه بتبوظ، فاشتغلوا على اي حاجه انتوا عايزينها. والابراج المحظوظه اللي قلناهم الخمسه، العذراء والثور والجدي، والجدي كمان قلنا ان هو اسبوع صعب جدا فبيبدا يفوق من يوم 24. الجدي لازم يحضروا، اي حد مرتبط بالجدي بالراحه بالراحه شويه شويه شويه، واعملوا بقى منشن لاصحابكم المرتبطين بالجدي او الجدي الاسبوع ده، اسبوع ضاغط، اسبوع مش سهل، اسبوع صعب، اسبوع عمال كله ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمه لبرج الجدي، ادينا حذرت اهو. فاكتمال القمر بيؤدي الى انجازات للعذراء والثور والجدي، وقلنا كمان معاهم العقرب والسرطان، الحوت يحذر جدا جدا. طيب 27 و28 القمر هتنقل الميزان، فبيدعم مين؟ ميزان جوزاء. 27 و28 هيدعم الميزان والجوزاء و ميزان وجوزاء ودلو دلو، وهيدعم كمان الاسد والقوس. الحمل يخلي باله كويس جدا يوم 27 28، يومين اوت اوف ذا مود، متضايق مخنوق، اكتبوا التواريخ دي يا جماعه. واي حد حمل بلاش تدخل في خناقه، بلاش تدخل في في صراع. اهلا باهل الاردن، انا بحب الاردن جدا بس عمري ما زرتها. هلا ابو جده من الاردن، هاي هلا. حاضر هتكلم عن القوس عشان خاطرك والله النهارده، بصوا عشان خاطر هالة النهارده هنتكلم عن القوس. وقولوا لي اكتر، تحبوا ان احنا نركز على الطاقه العاطفيه ولا نتكلم عن المال والعيله وجنرالي؟ يعني عشان في شويه ناس تقولي لا اتكلمي جنرال على الفلوس وعن العيله وعن كده، وناس تيجي تتخانق معايا تقولي لا اتكلمي عن حاجه. فقولوا تحبوا نتكلم عن ايه؟ انتوا اختاروا، يعني انا بحب ان انتوا تكونوا مبسوطين. يبقى 27 28 برج الحمل اختفي من الحياه. سايلنس، ممكن تتخانق مع البارتنر بتاعك، يحصل حاجه تستفزك، حاجه تخرجك بره المود، حبيبك يستفزك، حبيبك يزعلك، فخليك ساكت وصامت وقامت يا برج الحمل. اما الابراج الناريه وحريقه ولع ولع نار، يعني الاسد حلو جدا، القوس حلو جدا، الجوزاء، الميزان طبعا النهارده يومك يا برج الميزان. يا جماعه ما تقولوا انتوا بتتفرجوا عليا من فين والساعه كام عندكم، انا عايز اعرف فرق التوقيتات عشان القراءات الخاصه. يعني انا لما بعمل قراءه خاصه في امريكا. نعم، طب يلا يا عمر بسرعه. لا يلا يلا هتلحق، يلا هعمل حالا. طيب قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. يبقى 27 28 القمر
هيبقى في برج الميزان فهيدعم الابراج الهوائيه. الابراج الهوائيه انتم الاكثر حظا. استنوا يا جماعه خليكم معايا انا هطلب. اما بقى يوم 29 وبدايه شهر مارس، يوم 29 و1 مارس القمر هيكون في برج العقرب، وده اليومين دولت يوم صاحب عدم عمل اي عمليات جراحيه ولا زياره طبيب. كمان الابراج الاكثر حظا هم العقرب والحوت والسرطان، ومعاهم العذراء معاهم العذراء والجدي، اما برج الثور هو اللي لازم ياخد باله. احنا كده قسمنا الاسبوع. الاسبوع ده يا جماعه عالميا كمان ممكن يكون في ضغوطات، في مشاكل عالميه، في حاجات ليه ممكن تحصل ليها علاقه بالارض كده، فعالميا ليس بالاسبوع الاكثر يعني عالميا ممكن تكون احداث مش لطيفه لحد ما يبدا التربيع ده يخف. التربيع ده يا جماعه بيعمل ضغوطات، بيعمل ستريس، بيعمل الناس كلها تبقى مش طايقه بعضها، عصبيه. يعني انا بتحدى اي حد بيتابعني ان الفتره دي في ناس متعصبه كتير، يعني هتلاقوا كده كل الناس كل واحد طايق للتاني كلمه، كل واحد بتلكك على خناقه كده، في طاقه اللي هو انت بتتلكك بتلكك، انت بتعمل مشاكل انا عايز اعمل مشاكل. فهتلاقوا الدول حتى عماله تطبش وتخبط في بعضها، وكمان يعني عالميا وحتى لكل الابراج الفتره دي اللبس الاسود يا سلام. الفتره دي تلاقي الناس عماله تتخانق مع بعضها، تلاقيك انت كده مش حدش طايق حد، كل واحد اوت اوف باشن، حاسس انت مش طايق تتكلم مع حد، مش عايز ترغي مع حد، كل حاجه ملهاش طعم. فده طبيعي جدا بسبب التربيع اللي حاصل ما بين 5 كواكب موجوده في الدلو وما بين اورانوس وما بين يعني. فالفتره دي فتره صعبه، فتره تحس كده ان انت مش مبسوطين. فده عادي، ده تاثير كواكب وحركه الكواكب يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى قال الشمس والقمر بحسبان، يعني حركه الكواكب بتاثر على نفسيتنا وبتاثر علينا جدا جدا. بشكركم، بحبكم، قولوا لي الساعه كام عندكم يلا دلوقتي. I love you all، بحبكم جدا جدا. والبنت اللي بعتت لي على اسم المسكره اللي بتحط للحواجب، بصوا عشان بقى عندي فراغات كتير قوي في حاجه بتضايقاني. ادي يا جماعه بقى احنا عاملين النهارده في شويه فراخ مشويه، لما اخلصها هصور لكم واوريكم طريقتها. بتحبوا فيديوهات الطبخ بتاعتي ولا لا؟ الجدي اسبوع صعب جدا، العذراء من يوم 19 بقى لحد مده شهر، العذراء يعني تحذيرات قويه جدا للعذراء. الحمل اللي هيبدا يسرح شويه، وكمان انا شايفه ان هو اسبوع قوي جدا جدا. يعني هنقول الابراج الاكثر حظا، هعمل لكم فيديو الابراج الاكثر حظا. شكرا، اي لاف يو اول، بحبكم جدا، باي باي. تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، وكمان لو اول مره تابعوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وتابعوني على القناه الجديده على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. يلا كل الناس اللي بتتفرج عليا تدخلوا تحت على قناه وزيره السعاده رشا مراد، علشان دي التوقعات كلها هتنزل عليها. اما الفيديو اما القناه دي هتبقى قناه عامه، كل التوقعات هتنزل على قناة، يعني هننقل التوقعات اليومية والأسبوعية على قناة وزيرة السعادة رشا مراد، هسيب لكم اللينك تحت. ويا جماعة في تحت على اليوتيوب، لو بتابعوني على اليوتيوب تحت علامة دولار اسمها سوبر ثانك يو، دعم الشانل، ممكن تدعموها بأي مبلغ تحبوه. بحبكم جدا، واستشارة خاصة أو قراءة خاصة ابعتوا على الإيميل.